اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج عين. عندنا النهارده اخبار فنيه كتيره جدا وكمان انترفيوز مع كل النجوم اللي انتم بتحبوهم واللي هنعرف منهم ايه اخر اخبارهم وحكاياتهم. كل ده اكسكلوسيف وبس لبرنامج عين. واهم عناوين حلقه النهارده: صدمه هاني سلامه، لقاء خاص مع النجمه نجوى كرم، بطوله ياسر جلال، زلزال مي عز الدين، لقاء خاص مع الشاب خالد، كواليس الملكة، كوميديا أكرم حسني. أول خبر معنا في حلقتنا النهاردة عن السوبر ستار هاني سلامة اللي بدأ تصوير مسلسله الجديد قمر هادي. طبعا المسلسل ده هنشوفه في رمضان 2019 وهو عامل دور مختلف تماما. مش هقول لكم تفاصيل عنه النهاردة، هقول لكم تفاصيل عنه الأسبوع الجاي. المسلسل بيشاركه في البطولة يسرى اللوزي. مش بس النجم هاني سلامه اللي بدأ التصوير، كمان ياسر جلال بدأ تصوير مسلسله الجديد لمسه اكتاف، ودلوقتي هو بيصور مشاهد الاكشن الخاصه بالمسلسل. هو عامل برضو دور مختلف تماما عنه، عامل دور بطل مصارع، واللي عرفناه ان هو اللي بيدربه النجم الكبير والبطل كرم جابر اللي كمان هيشاركه في بطوله المسلسل. طبعا عايزين نقول للسوبر ستار مي عز الدين كل سنه وهي طيبه، كان عيد ميلادها من ايام ومش دي اخر اخبارنا عنها. هي كمان هتبدا تصوير مسلسلها الجديد البرنسيسة بيسا كمان ايام، يعني هنقول اول الشهر الجاي. غير كده كمان بيشاركها في البطوله سوسن بدر وسامي مغاوري ومحمد انور. عايز اقول لكم ان هي عامله دور حلو جدا، واول المشاهد هتكون في حاره شعبيه وهيكون مسلسل كوميدي. ماجد المصري كمان ايام هيخلص تصوير مسلسله الجديد بحر. مسلسل بحر هو مسلسل صعيدي وهو عامل كمان دور واحد صعيدي في المسلسل. اخر مشاهد هتكون هنا في القاهره في فيلا، والمسلسل عباره عن 60 حلقه. كمان النجمه ياسمين صبري بدات تصوير مسلسلها الجديد حكايتي، وده طبعا بيعتبر اول بطوله مطلقه لياسمين صبري في الفيديو. اللي عرفناه ان هم هيقعدوا الشهر في اسكندريه يصوروا عدد من المشاهد هناك، وكمان انضم لهم النجم احمد حاتم. الأوضة الضلمة الصغيرة ده أحدث فيلم للنجم أكرم حسني، وخلاص بدأوا كمان التصوير وهيشاركوا في البطولة النجم بيومي فؤاد والنجمة نور. اكسكلوسيف لبرنامج عين، هنشوف دلوقتي لقاء خاص جدا وحصري مع البيك سوبر ستار الشاب خالد، واللي هنعرف منه تفاصيل كتيره جدا. هنعرف منه ايه سر حبه لمصر واسرار عن بيته لاول مره بنعرفها وبنشوفها مع بعض. اكسكلوسيف لبرنامج عين مع السوبر ستار شاب خالد. انت واحده بواحده اطلقتها في مصر. صح صح، انا كنت من ارض من ام الدنيا، يعني من مصر ننتقل العالميه. اي والله. علاش يعني حبي وانا صغير في مصر، يعني مش من اليوم، كلهم عارفين. وتسجيلات كل البومات تاعي من المديد دي، كل البومات تسجيل كمانجات كلهم سجلهم في مصر. ويعني مصر ام الدنيا. انت عارف انت ليك مكانه خاصه عندنا. انا عن نفسي مثلا من الجيل بتاعت الدي. الله اكبر. هي صح صح، دي كانت عامله قلبان، ومش دي بس يعني. أنا اول مره ضحكت شويه، انا اول مره نهاري خرجت الدي ومشيت لمصر كل مره يا خالد دي انا بس مش دي. فعلا هي الاسم قعد كده شويه. صح صح، يعني كان شي لقب يقعد يعني زين، معلش ما يزعجش. طبعا احنا بالنسبه لنا الراي يعني الشاب خالد. شاب خالد انت كمان من المطربين اللي بيحبوا يعملوا اكتر من دايو. كان ليك يمكن مثلا مع عمرو دياب في مصر، ودلوقتي في تامر حسني. تامر حسني كمان سمعت ان هو اللي كاتب الكلمات. صح. بيعرف يكتب جزائري طلع تامر. والتلحين كمان، ما التلحين ده هو بيلحن من زمان، لكن يعني الكلمات الجزائري دي انا مش مصدقها. بيعرف ولا متساعدين انا وياه؟ طب طلعت غش اهو تامر. لا 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 لا، غادي نقول لك ليش يعرف. مراته مغربيه. صح، برضو غششيته شوية. شفتي؟ وإحنا في الغرب الجزائري من الوهران، مع الحدود المغربية لاصقين مع الحدود، وعندنا لغة واحدة مع وجدة، مدينة المغرب وجدة مع وهران، عندنا لغة نتكلموا نفس الشيء. علاش هو جاب الكلام يعني من مراته؟ كذلك يعرف عنده ناس ثاني جزائريين وكل شيء. هو ما كانش كلمات اللي تساعدنا أنا أوي، هو قال كان واحد شي كلمة كتبها. يعني بس ما هي السر؟ لا لا، كان يعني قدي هذه كما تقولها، قلت لها لا هاكي تقولها، فهمتي؟ يعني هذه كان اشتراك
انا وياه كان اشتراك كبير، كانت اخوه صداقه كبيره وتسجلين في لبنان، عندنا الضحك يعني، وقعدنا يعني ان شاء الله تكون عجبتكم. انا عجبتني الاغنيه. ايه سر الضحكه والشباب الدائم اللي دايما عندك والنهارده البوزيتيف الانرجي على الستيج رهيبه تاتش فود، احنا ما بنحسدش. لا صح، عارف انا ديما نقول لهم البسمه هذه جايبها من عند الوالده. ربي الله الله الموت فيها امي، هي كل الامهات يعني تاع الاب في الدنيا. انا نقول لهم ماشي الا امي، نموت على كل الامهات وان شاء الله ربي يستر الامهات. طب يبقى كده بقى المدام والبنات ليهم مكانه خاصه، بما ان الست عند الشاب خالد ليها مكانه. انا باش نضحك برك، جوزتي كده مجات اول بنت قالت اوكي، جات اول ثانيه بنت قالت جات الثالثه قالت لي وانا الداخل فرحه. ابو البنات بقى ابو ما كاش خير البنات بيجيبوا رزق بيهم، يقول وكذلك انا كذلك الان راني نخلص يعني، تعرف ليش؟ باش غدوه نجم نبيعهم، يكون عندهم السعر، يكون عندي شويه فلوس يعني، يرجعوا لي شويه نبيعهم غدوه في السوق. والولد لا، الولد تخسري عليه من بعد تجي واحده تاخذ وتديه لك. البنات يعني بينفع فيهم، يقول لك اعز البنت، اعز البنت الا عند ابوها. ما صدق جديد. اي والله. والمغربي يقول لك اللي ما عنده بنات ما عرفوا باش مات. طب بقى اللي عنده بنات محظوظ اهو. مبسوطين بالشاب خالد، نورتني وشرفتني. كلمه تقولها لجمهورك في مصر؟ شو نقول للجمهور المصري؟ شو نقول؟ ان شاء الله يعني حبي في مصر، ان شاء الله السلامه، وان شاء الله يعني مصر ترجع مصر. وكاين كثير مشروعات، انا معزوم، كاين مشروعات كثير 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 ما نقولهمش الان حتى نهار يتحققوا ان شاء الله، كيف في شرم الشيخ، كيف في كل مصر، يعني مصر ترجع مصر بتاع زمان، فهمتي؟ وش نقول للشعب المصري؟ نقول ان شاء الله نشوفكم بخير وعام سعيد وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نعملوا بيج 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 حفل يكون فيها كل حب الدنيا، يكون فيها كل الفنانين ما بين الجزائر وبين البحرين وبين المغرب وبين تونس وبين كل من كل قطر عربي، ويكون فيها ان شاء الله يعني سنقول لكم هذا القلب يقول. دلوقتي هنطلع بريك اعلاني ونرجع على طول وبرنامج عادي. تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا من برنامج عيد. ودلوقتي كمان فقرة الهاشتاج، واول حاجه معنا في الهاشتاج طبعا عايزين نقول للنجمه دلال عبد العزيز كل سنه وهي طيبه، كان عيد ميلادها من ايام، وعيد ميلادها احتفل بيه عدد كبير جدا من النجوم على راسهم النجم الكبير يحيى الفخراني. مش بس النجمة دلال عبد العزيز كان عيد ميلادها من أيام، كمان جوزها النجم الكبير سمير غانم كان عيد ميلاده من أيام، والنجمة غادة رجب نزلته تهنئة. السوبر ستار ياسمين عبد العزيز هي كمان عايزين نقول لها كل سنة وهي طيبة، كان عيد ميلادها من أيام، ونزلت صور كمان من كواليس تصوير مسلسلها الجديد الملكة. الصور دي كانت مع النجم فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني. قيد عائلي ده احدث مسلسل بيصوره النجم نضال الشافعي، واللي نزل صوره ليه من الكواليس مع السوبر ستار ميرفت امين وبوسي. النجم صلاح عبد الله من النجوم الفيري اكتف على السوشيال ميديا، وكل شويه بينزل حاجات وبينزل صور وكمان بينزل اراء. عايز اقول لكم طبعا بمناسبه البرد والتراب اللي كانوا موجودين في القاهره من ايام، عمل قصيده مخصوص. النجم محمد انور نزل صوره ليه مع حمدي المرغني في بدايه حياتهم الفنيه، وكتب على الصوره دي وقال وبيتقال لك الفلوس مش كل حاجه. دلوقتي هنطلع بيك اعلاني ونرجع تاني، والفقره الجايه فقره اخر اخبار نجوم هوليوود. We'll be right back.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي معانا فقرة آخر أخبار نجوم هوليوود، وأول خبر معانا عن فيلم هنشوفه كلنا في الصيف، وهو الجزء الجديد من فيلم جون ويك. البيك سوبر ستار توم كروز اتعاقد على الجزء السابع من فيلم ميشن امبوسيبل، واللي هيبدا تصوير الفتره الجايه. الفيلم ده هينزل في 2021. مش بس كده، هو كمان اتعاقد على الجزء الثامن اللي هينزل في 2022. ودلوقتي جمعات اليوس بوكس اوفيس، واول فيلم معانا هو نيو انتري الاسبوع ده، هو فيلم ذا ابسايد، والفيلم عمل ايرادات الاسبوع ده 21 مليون دولار. والمركز الثاني لفيلم أكوامان، واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 18 مليون دولار. والمركز الثالث لفيلم نيو انتري معانا الاسبوع ده فيلم A Dog's Way Home، واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 12 مليون دولار. والمركز الرابع لفيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 9 مليون دولار. والمركز الخامس والاخير لفيلم اسكيب روم، واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 8 مليون دولار. دي كانت حلقتنا النهارده، تقدروا تشوفونا على اليوتيوب، وكمان على جروب خاص بالبرنامج على الفيسبوك، واستنوني 20 سليمان يوم الاربعاء والخميس الساعه 11 مساء على الحياه رقم 1 في مصر. تشاو.